أحسن الله إليكم. قلت فضيلة الشيخ في الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الناس في مجتمعاتهم كما في ميناء وغيره. نعم. هل نأخذ من ذلك دليلا على عمل من يريد أن يدعو الناس في كما عند المقبرة مثلا أو في الزواج؟ المقبرة لا. أو في زواج أو في اجتماع معين حفل؟ كل ما أمكن الدعوة إلى الله عز وجل وسنحت فرصة فلا بأس بذلك، لكن في المقبرة لا، لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله مرة لسبب، وهو أنهم لما جاءوا بجنازة وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه ينتظر إعداد القبر وإنهاء إعداد القبر، فذكرهم صلى الله عليه وسلم في هذا الجلوس، ولم يكن يتخذ هذا دائما ولم يأخذه بدون سبب. فالدعوة إلى الله في المقابر والخطابة هذا لا أرى أنه مشروع، أما في غيرهم المجتمعات لأنه فتح وسيلة إلى بدع المقابر وفي غير ذلك من اجتماعات الناس، الاجتماعات في المساجد أو في المجالس إلا سنحت الفرصة ولم يكن هناك محذور لا بأس بذلك. أحسن الله وسمح صاحب المحل أو صاحب المجلس. نعم.